عين فرتيتي طبعا طبعا يا فندم. مش عين فرتيتي الرسامة النحات اللي عمل التمثال ما خلصش التمثال، فكان اتس اوبتيمستيك او من التشاؤم يعني ان يحطوها في غرفه الملكه او في مقبرتها وهي غير كامله، فصبوها في المقبره بتاعه النحات على اساس انه يكملها في العالم الاخر. والالمان على فكره اكتشفوا المقبره دي وضحكوا على مصر، احنا كنا تحت فتره احتلال، غطوا التمثال بالجرايد وبالكلاي وخدوه بره مصر، واحنا بنحاول مع المانيا نرجع التمثال ده جوه مصر ده. طبعا احنا هنا متعمدين نعمل حاجه طبعا زي ما انا قلت مع شركه عطوش، شركه عطوش وصلت مع قطعه الحرب مع علم مصر طبعا مصر، عاملين مثلث حرم ده داخل جوه السور لبعض الشخصيات. لا عم اولا بقول لكم الف مبروك مره ثانيه لتاني سنه على التوالي بنيجي هنا، وانا شايف ان في تقدم كبير جدا من اول ما يوصل الواحد للقريه العالميه بيلاحظ على طول في علامه مميزه وهو الهرم. اعتقد ما حدش هيختلف اتنين عن ان الهرم ده احد الاثار المصريه الهامه. ثانيا لقيت في المعرض النهارده مش تجديد بس بمجرد المعروضات الداخليه، ولكن ايضا تجهيز المتحف ذاته اصبح مميز جدا جدا جدا، لا تخطئ له عين سواء من الخارج او من الداخل. اول زي ما قلت لحضرتك ان هو في تجديد المره دي، اي واحد مر جنب في القريه الفرعونيه اول ما هيلاحظ الديكوريشن او التزيين الخارجي هيعرف ان ده الجراح المصري من غير ما يقرا مصر خالص، لان مكتوب بعلامات مصريه قديمه، علامات هيروغليفيه مميزه الى جانب وجود الهرم. ثانيا لفت نظر الفيلم اللي معروض في المدخل، اعتقد من احلى الافلام اللي شفتها اللي بتدعو لزياره مصر، بتستعرض كل المقاصد السياحيه اللي موجوده. ثانيا بتبرز واحده من اهم العناصر عندنا اللي ما حدش يقدر ينافسنا عليها، يعني ممكن عالم ينافسنا في السياحه الشاطئيه، ممكن حد ينافسنا في السياحه العلاجيه، لكن في سياحه الاثار ما اعتقدش ابدا ان حد ممكن ينافسنا عليها على مستوى العالم كله. عافيه. مبروك لمصر. الجديد هو التصميم بتاع الجناح المصري، الفعاليات اللي بتقام على هامش المعرض او الجناح المصري، عدد الشركات، بنامل في الدوره اللي جايه يبقى في تنوع اكبر المنتجات وتعرض منتجات من صميم الصناعه المصريه واكثر تنوعا من الموجود النهارده. اكيد النهارده احنا في اليوم اللي القرى هيك التقرير بتاع الجناح المصري، ايه اهم النقاط اللي هيركز عليها احمد بيه؟ هي تعزيز المشاركه الشركات المصريه في الجناح المصري والحرص على تنوع المنتج المصري وعرض كل ما تتوصلت له الصناعة المصرية. حقيقة البداية نحن نشكر المنظمين على الجناح المصري على هذا التنظيم الرائع. نحن دائما نحرص في القرية العالمية على أن تكون التبادل الثقافي لدول المشاركة، والجماعة ما شاء الله في الجناح المصري أدوا الواجب وما فيه كفاية، نشوف الجمهور وقبال على العروض سواء كان العروض الثقافية أو المنتجات اللي قدموها، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في الموسم هذا. أكيد النهاردة الإقبال الرهيب اللي شايفينه كلنا في الجناح المصري لا توريد نجاح شخص المفرد، ولكن بناء على تعاون مشترك بين إدارة القرية وبين الجناح المصري، أوجه التعاون. حقيقة نحن دائما نعتبر المنظمين جزء من الفريق، ونحن دائما نحرص على هذا التعاون، ودائما إذا كان في مثلا أي جهة أو في نقطة أو في اقتراح أو شيء فكرة للتطوير نحرص عليها على أن نحن نقدمها لهم، وإذا كان في أي شيء هم يشوفونه نحن نقدر نقدمه في التطوير، ونحن نحرص على أن نستمع لهم ودائما نحرص على التطوير، وهذا جزء من العمل. شكرا جميعا. شكرا. مبروك جناح مشرف وحاجه جميله، والحقيقه بيعكس اهتمام كبير من نسبه الحضور الموجوده زي ما حضرتك شايف نسبه كبيره، وان شاء الله ربنا يوفقهم ونتمنى لهم كل التوفيق. هو الحقيقه بيبقى في تنسيق بين القنصليه العامه في دبي، وفي بالنسبه لعمليه التنسيق للتحضير لكل ما يتعلق ب
تجهيز وتحضير الجناح المصري، والعملية دي بتتم على مدار السنة كلها يعني، وفي تنسيق دائم وكل الدعم من القنصلية بتقدمه لإنجاح هذا الجناح اللي الحقيقة واجهة مشرفة لمصر والمصريين كلهم. شكرا جزيلا. السنة الثانية صح؟ آه الجو العام، الجو العام من ناحية سياسية مش من ناحية الطقس، الجو العام الشعب الإمارات هنا وحكومة الإمارات أعتقد في تغيير كبير جدا في يعني استقبالهم لنا، وفي إقبال كبير جدا على مصر واستعداد لمساعدة مصر، وده شيء جيد. احنا جايين النهاردة هنا عشان ندعم أساسا صناعة السياحة والتجارة، بحيث ان هم دول يكونوا ان شاء الله جناحي التقدم في مصر. مصر محتاجه الى دفعه اقتصاديه قويه قادمه ان شاء الله في القريب العاجل، واعتقد ان صناعه السياحه وبالذات الاعتماد على السياح العرب دي هيكون حاجه جيده جدا، ولازم ان احنا نشجعها. وانا ده يعني الاساس وراء وجودي هنا النهارده، ان احنا ندعم صناعه السياحه المصريه وايضا تنشيط تصدير المنتجات المصريه. وبنشكر الاستاذ ابراهيم على نشاطه السنوي الممتد الحقيقه، وربنا يكتر من امثاله. استاذ ابراهيم اكيد طبعا كل النهارده فرح صاحب الفرح. والله انا النهارده في قمه سعادتي وقمه فرحتي بالكلام الجميل اللي بسمعه من الساده الضيوف اللي مشرفينا. بس الانسان لما بيعمل عمل دايما بيبذل فيه مجهود وبيتعب، ولاقي ده مقابل حتى الناس تقدر هذا العمل، ده كل تعبنا بيروح. احنا كلنا بنشتغل لخدمه مصر، كلنا بنشتغل لنا العمل المشرف لمصر. معايا فريق عمل متميز من الشباب المصريين سواء كان مهندسين او عمال، كلهم بيتفانوا تحت اسم مصر، كلهم بيتفانوا نطلع شيء جميل. احنا اهم شيء بالنسبه لنا الهدف بتاعنا كله ان مصر تمثيل مشرف، طلع مصر بالواجهه المشرفه، دايما نكون متميزين كل سنه. بقالنا سنتين بناخد احسن جناح، بنحافظ دايما على نبقى متميزين في القمه، وان شاء الله السنه دي برضه نحصل على جائزه باذن الله تعالى. الكاتب الصحفي الكبير استاذ رفعت فياض، في اول زياره لي للجناح المصري لاول سنه، انطباعك النهارده؟ طبعا انا سعيد جدا، اولا بدقه التنظيم، بتعدد المعروضات اصلا موجوده فيه، بالاضافه الى الجانب الاثري، عشان يعني زياده اهتمام المواطن الخليجي بالسياحه الثقافيه، ويمكن دي اللي احنا عايزين ننميها ان شاء الله في الفتره المقبله، ويكون هناك اهتمام اكبر واكبر حتى يزداد عدد السياح من منطقة الخليج العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية الشقيقة إلى سياحة الآثار والسياحة الثقافية المصرية. وبصراحة أنا بهرني عملية تنظيم الجناح، وبهرني أكتر كمان زيادة الإقبال من قبل المواطنين سواء المصريين المقيمين في الإمارات أو بالنسبة للإخوة الإماراتيين أو بقية الجنسيات الموجودة في الإمارات، وده يبين يعني مكانة مصر عند هؤلاء، بالإضافة إلى تعدد المنتجات أيضا في مصر ورغبة الزائر لهذا المعرض لشراء هذه المنتجات، بالإضافة إلى الزائر للجناح الثقافي أو الجناح الخاص بالآثار، ده مؤشر جيد جدا لزيادة نسبة السياحة الثقافية بالنسبة لمواطني الخليج لمصر مرة أخرى إن شاء الله. الإعلامي الكبير محمود مسلم والكاتب الصحفي السنة الثانية على التوالي معانا النهاردة في الجناح المصري، أهم ما رأيته جديد عن السنة اللي فاتت؟ واهم حاجة ان السنة دي مختلفة كتير عن السنة اللي فاتت، والتأكيد عارف ليه، الشعب السنة دي افضل، والواحد بيتبسط لما بيشوف مصر في الخارج، وخاصة لما يكون في بلد عزيزة الامارات، وما شاء الله تشوف النجاحات المصرية في الشركة المنظمة المنتجات، وجود الشعب المصري والشعوب الاخرى في المعرض، اللمحة الجمالية للتاريخ المصري وللحضارة المصرية اللي موجودة في كل جوانب المعرض، من متحف من شكل ليه علاقة بالفراعنة والحضارة المصرية اللي بنحاول نعمقها عند الشعوب الاخرى. اكيد اي واحد مصري بتبسط لما بيشوف مصر في الخارج بكل مكوناتها، بنجاحاتها، بشبابها الناجح، بالمنتجات بتاعتها، بتاريخها، بحاضرها، اكيد بيبسط اي مصري. شكرا. من داخل الجناح المصري بالقناة العالمية بدبي، بحب ارحب بالاستاذ محمد العزب للسنة الثانية على التوالي مشاركة مصر للطيران في الجناح المصري كراعي رسمي بالقناة العالمية بدبي. يا اهلا استاذ محمد. لو قلنا حضرتك ايه الجديد النهارده اللي شافه محمد العزب داخل الجناح المصري؟ لا الجديد كتير الحقيقة، الجديد على مستوى التصميم بتاع الجناح، على مستوى العرضين، على مستوى الجزء الثقافي في الجناح، على مستوى حجم الدعاية اللي بتقدمها الجناح لمصر للطيران. لو قلنا لو حبينا نقول كام في المية محمد العزب يقيم الشركة المنفذة والمصممة والمنظمة للجناح المصري بالقناة العالمية هذا العام؟ هو ما فيش حاجة 100% ومكسوف أقول 100%، لكن الحقيقة مش أقل من 95%. ده زي نسبة الاستفتاء بالظبط كده.
لو حابين نقول لحضرتك النهارده، هل حقق مصر للطيران التارجت في مزاحمته النهارده السنه دي للجناح المصري في القاره العالميه؟ الحقيقه وزي ما قلت لحضرتك مستوى المعروض، شاشات اللي عرض عليها الدعايه، الجناح كمان عامل هيصه، الجناح لتاني او تالت سنه على التوالي، واعتقد السنه دي برضه هياخد الجائزه الاولانيه، نمره واحد. كان في زفه فرعونيه قلبت القريه كلها، في اعلام بدر ومطران واعلام شركه هيئه تنشيط السياحه. لا المساهمه مختلفه والانتاجيه الحقيقه عاليه جدا من الحدث. اخيرا محمد العسب، كمواطن مصري اصيل عايش معانا في وسطنا، تمنياتك وامالك وطموحاتك لمصر مستقبلا؟ يا رب مصر تستاهل اكتر من كده كتير حقيقه، يعني على كل المستويات، ناس جميله وموقع هايل، نستاهل اكتر من كده كتير. ان شاء الله الدنيا هتهدى، وان شاء الله لما الدنيا تهدى في ناس كتيره مستنيه تروح مصر. شكرا يا فندم.